يالا اقعد اقعد يا الارض يالا كل الناس في السلاح هات صحابكو اهو يا عم خلاص والمزعم تقتلني يا عم والمزعم تقتلني يا عم قلت لك يالا ما مش انا والمزعم مش انا مش انا جريت والله العظيم والمزعم مش انا انت بتخاف مني انا مش خايف يا عم والمزعم انا اصلا ما ينفعش اصلا اموت ما ينفعش اموت والمزعم دلوقتي يا ابني والمزعم مش دلوقتي اموت يا ابني انت يعني اصبر شويه والمزعم ما ينفع والمزعم انا مش يا ابني انت بتاع الامن انا مزعم عادي والمزعم والمزعم انا انسان عادي والمزعم يا ابني انت بتاع الامن انت بتاع الامن يعني انت الوحيد اللي تقف قدامي لا والمزعم المفروض ما بقاش بتاع امن والمزعم والمزعم لا والمزعم مش انا والمزعم انت خريج ايه؟ خريج جامعه القاهره عادي والمزعم انت عبد مجنون لا والمزعم بتقتلني والمزعم بتقتلني والمزعم بتقتلني والمزعم لا والمزعم لا والمزعم لا انت انت خايف من مسدس لا مش خايف من مسدس امال خايف من ايه خايف من شكلك انت والله انت شكلك مرعب قوي والله انا والله يا عمو والله لا ايه يا عمو ده ايه يا عمو ده لا لا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده جن ده جن ده جن ده انت عايز رقم سعيد انا هقتلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هاكل رجلك لا 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 قول بعد الشر قول بعد الشر بعد الشر ايه قول بعد الشر لا قول بعد الشر ايه هنا ومزعم لا ومزعم هاكل ايدك لا لا ومزعم لا ومزعم لا ومزعم ولا ايه ده ايه الحرامي ده ايه الحرامي ده انت غريب قوي يا اقعد على جنب هنا يا ما تمشيش اسحب 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 والمزعم اسحب بسرعه والمزعم اسحب هاكل رجلك لا لا بعد الشر قول بعد الشر قول بعد رش والمزعم اسحب رش اسحب والمزعم روح هناك اهو المزعم بسحب روح هناك اهو المزعم اهو المزعم اهو خد خد تعال ايه مش انت اللي جيت سالت على الدولارات والفلوس ايوه انا كنت متنكر طب وشغال حرامي ليه شكلك ابن ناس والله والله العظيم انا اتعذبت انا حياتي كلها مأساويات طب ايوه انا اعمل لك ايه بحياتك انا احكي لك ليه بقيت حرامي يا عم تحكي لي انت جاي تسرق ولا جاي تحكي لي يا عم انا عايز احكي لك وانا مش عايز اسمع وربنا لو ما حكيت لك لا تقلك لا 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 سمعني سمعني انا هحكي لك بابا بتعمل ايه يا كلب انا عايز ابقى دانسر ايه عايز ابقى دانسر دانسر عايز تبقى عربيه يا كلب يا بابا مش عربيه عايز ابقى راقص راقص اتعلم ازاي تبقى حرامي زي انا وبقيت عيلتي يا حيوان ازاي يعني هنادي لك امك دلوقتي تسرق منها 10 جنيه وتجيبها لي طب ونسرق ليه ما نقول لماما احنا عايزين فلوسها تديها لنا بقول لك تبقى حرامي يعني تسرق طيب ماشي انتهى يا اعتماد اعتماد خير يا حاج كنت فين يا اعتماد كنت بحلق دقني يا حاج وحالاتي دقنك كلها وسايبة الحتة دي ليه يا اعتماد؟ ماشي حالك يا حاج ماما ازيك يا بابا عاملة ايه؟ ليه؟ ما اعرفش هو كده يا بابا اقول لك ايه؟ زولها وانا اسرق منها الفلوس وحشاني يا اعتماد وحشني يا حاج البنطلون يا حمار ايدك تقيلة انت مش هتتعلم تبقى حرامي غير بالضرب ايوه طب والله العظيم انت بتربوني غلط انا هقتلكوا لا بص ايه ابو العيال يا تيمين تعالي مكاني عشان انا تعبت
اعتمد ابو العيال، تعال مكاني شوية بدرس. انا من غنيا ملي ملي يابا. برضو مش هموت. انت ما هقتلك، تعالي سيبي اعتمد. يا ابو الصبر هتخبط. ايوه صح، تعالي ما تموتنيش. لازم تموتي. مش عايز اموت. انت ممكن تكوني امي. انا امك يا حبيبي. تعالي فوق فوق فوق. وهي دي حكايتي يا عم، كنت هتموتني انت. ايه ابوك وامك دولت ولا سرحان ونفيس؟ الاعتماد ما لازم تطلع شبه المعزه. ابوك ما اعتماد. ايه ده؟ ابعد عن انت. تعال هات انت هنا، هات الفلوس اللي في البنك. اه يا عم روح. والمصعب خلاص، والمصعب. لا لا لا، والمصعب. حاضر حاضر. والمصعب كلاوي. والمصعب اخم كلاوي. والمصعب بلاد. ايش امشيلة؟ ايه المصعب ده؟ هات يا واد الشغل دي فيه؟ فيها فلوس في دولارات. خلاص هات، هات شغل واحد. انا هديك، انا هديك والمصحف. اسكت. انا هديك. هقتلك. هديك والله. هتهديني ازاي؟ هغني لك والله اغنيه، والله هديك. تعرف تغني لي اغنيه اللي بحبها؟ اغنيه لايقه عليك قوي. تعرف تغني ايه؟ ده اغنيه لايقه عليك قوي. يا ما نفسي اعيش نس ناس موزو على قده، كل اللي ناساني اسم موزو يتغدوا، يتشقلب يضحك خلق الله، يتشقلب يشقلب كله معاه. نس ناس جواك وجوايا، نس ناس نغموزة نغابة، نس ناس جواك وجوايا، نس ناس نغموزة نغابة، نس ناس جواك وجوايا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، لا تشتغلوا لي يلا يلا. مركز يا مصعب خلاص. هات يا واد الشغل شوال واحد من الحاجات دي. ما بيهداش والمصعب ما بيهدى خالص. انت بتقول له مسناس هيتنرف زبطه. ما هو نسناس ده، اما شكله نسناس. انت يلا خلاص قول مصعب امشي. هات شوال واحد من الشغله دي. امشي قول مصعب. حاضر. او ادي فين حضرتك؟ وديه على الموتوسيكل بتاعي بره. حاضر ماشي ماشي. تعال خابي يا واد، انت عامل الغغا دي كلها عشان شوال واحد؟ يا عم انا حرامي قنوع، ما بحبش الطمع. وبعدين هو شوال شويه، ما هو في مليون دولار. ايه مليون دولار؟ مليون زرار. احنا محل رفه هنا. انت كداب، ده بنك يعني فيه مليون دولار. سلام، انا هبقى اغنى واحد. خلاص امشي يا عم خلاص امشي. ايه ده؟ اسكت. قوم يا بيه. قوم يا اخويا. يروحنا في 60,000 ناية بزببك يا زغلول. بس يا اثبت يا دي انت وهو يا. انت كنت فرخه في الارض. اقعد يا انا شبح يا دي انت وهو يا. وانا ايه يا؟ انا قليل يا. انت شبح. ده انا مولعه يا. مولعه ايه ده؟ انت كنت كلب. لا مش انا، مش انا يا حبيبي. امال مين اللي كان؟ مش انا يا دي. مش انت يا دي؟ ده مش كنت تحت والمسحب انت عملت تعمل كده؟ مش انا يا حبيبي. امال مين انت؟ طب بتقول ايه يا دي انت؟ والمصعب ما تموتني. والمصعب والله انا قتلك. والمصعب مش انا. اوعى تقول اي حاجه، انا بعد البنك كله. ماشي والمصعب ماشي. سلام. ماشي يا عم ماشي. في ايه انت وهو يا؟ انت هتعمل راجل علينا احنا بس؟ في ايه يا؟ ما انت كنت كلب دلوقتي. لا مش انا. يا ابني مش انت، انت مش من سنة. يا عم مش انا. يا ابني انت والله. لا عظيم ما انا. هو شكلك. لا يا حبيبي لا ماليش دعوه، مش انا. يا ابني مش في حرامي داخل على الباب اللي انت واقف عليه؟ لا مش انا. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا نبلغ البوليس. وهنقول للبوليس ايه ان شاء الله؟ هنقول اللي حصل يا عم، بسيطه جدا. دخل حرامي وثبت زغلول. لا يا حبيبي مش انا. لا يا حبيبي ما تشوف مش انا، ما تقولش كده. لا زغلول. لا يا عم مش هروح في داهيه. لا يا عم مش هلا. اسمع مني، هروح في داهيه وربنا. انت اهم واحد في الحكايه دي. تمام. هنبلغ البوليس نقول له ايه؟ تمام. هنقول له ان انت كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. تمام. دخل حرامي عليك ثبتك وخد شوال فلوس وهرب. بقول له انت بقى مدام حافظها انت كده. انت عارف احسن مني. هو يجي يقول له انت بقى كده. هو مين اللي يجي يا ابني؟ هو البوليس. لا اسمع مني، احفظها انت عشان انت بتاع الامن. افهم. تمام. هتقول له ايه؟ قول. قول ورايا. قول. انا كنت قاعد عند الباب الوراني. انت كنت قاعد عند الباب الوراني. انا بقى كنت قاعد فين؟
انت اللي لسه قايل. انت كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. يا حبيبي. تمام. يا حبيبي. يا حبيبي. لا يا حبيبي. لا يا حبيبي. لا يا حبيبي. لا. طب انت معترض على انا؟ مفيش في كلامي حاجه تعترض عليها. انت يا حبيبي. انت او بتقول انت مش بتقول انا يا حبيبي. قول يا حبيبي. قول. مالكش دعوه بيا. ايوه يا حبيبي. انت كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. تمام. انت كنت قاعد فين؟ يا حبيبي. مالكش دعوه بيا. ماليش يا حبيبي دعوه بحد يا حبيبي. تمام. انا كنت قاعد في كافيه. ايوه عشان كده البنك اتسرق. عشان كده اتسرق يا حبيبي. عشان ساب البنك وقت في كافيه يا حبيبي. مش مهتم بالبنك يا بابا. ايوه يا حبيبي. قول يا حبيبي. بقول لك ايه. ركز معايا. قول يا حبيبي. قول انا كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. انا كنت قاعد عند الباب الوراني للبنك. تمام. دخل حرامي. وانا عامله نفسي نايمه. دخل حرامي. ايوه دخل حرامي. بقول لك ايه، انت هتعمل لنا عبيط؟ ده انا متخلف عقليا. ما تضايقناش. ايوه اسمع الكلام. ايوه قول. تمام. ايوه حبيبي. دخل الحرامي. وانا عامله نفسي نايمه. ودخل حرامي. وانا عامله نفسي نايمه. انا هفهمك. ايوه. بص يا زميلي. بص يا صاحبي، ركز معايا. ايوه تمام. طالما انت بتحب الحاجات دي يا شبح. ايوه يا حبيبي. ماشي يا زميلي. قول يا حبيبي. انت كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. تمام. دخل الحرامي. تمام. ثبتك. لا مش انا. لا مش انا يا حبيبي. ما تلفش الكلام يا حبيبي وتوصل للي انت عايزه يا حبيبي. مش انا يا بابا. اوعى يا. لا يا حبيبي. لا لا، انا لما اقف في حته محدش يعرف يعدي منها. لا قول يا حبيبي. ماشي. قول يا حبيبي. يعني ده انت بني ادم ما شفتوش قبل كده. لا كمل يا حبيبي. اديك شفته. كمل يا حبيبي. اديك شفته يا بابا. ركز معايا. مركز. ما تبقاش بني ادم براس كلب. معلش. افهم الكلام.